الإنترنت في العالم ومنطقة المغرب العربي. نستمع لرضوان رابط مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم بالرباط. أولى الشبكات التي استعملت تكنولوجيا الإنترنت وحدثت سنة 1963 من طرف إدارة الدفاع الملكية، وفي سنة 1983 وحدثت شبكة جامعية تستعمل هذه التكنولوجيا. سنة 1989 اخترعت خدمة الويب، وهي الخدمة التي عملت على الإسراع بتعريف الشبكة عالميا من طرف عموم الناس والمقاولات والإدارات. خدمة الويب تفرعت منها كثير من الخدمات، خدمة التجارة الإلكترونية، إدارة إلكترونية، وخدمة التعليم عن بعد. هذه الخدمات الجديدة وإن لم تكن متطورة في المغرب العربي للنحو الذي توخاه، حدثت تغيير جذري على العديد من الميادين السوسيو اقتصادية، وساهمت بكسب الوفر في إغناء الحياة الاجتماعية، بحيث أصبحت في بعض الأحيان وسيلة لا غنى عنها لتدبير أمورنا اليومية، كانت خاصة أو مهنية. المغرب والجزائر تونس انخرطوا بشكل جدي في تنمية عدة قطاعات اقتصادية لها ارتباط كبير باستعمال خدمات الإنترنت. هذه القطاعات تتطلب الكثير من الكفاءات المؤهلة تقنيا كالمهندسين، وعدة مدارس عليا للمهندسين تكون سنويا مهندسين معلوماتيين، وخصوص مهندسين يجيدون ابتكار وبرمجة الخدمات على الويب. تجل الخدمات في المستقبل القريب التي سيستعملها المواطن المغاربي والمقاولة المغاربية ستمر عن الشبكة. رضوان المرابط مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم بالرباط، شكرا جزيلا لك. كرة السلة المغربية منافسات نصف نهائي كأس العالم.